كده السي ان ان واضحه قوي. دي قناه الجزيره، دي برنامج اخر حروب القرن، دي قناه المعلومات مفيده قوي. احنا ظبطنا حضرتك بوسطوح قصدي على وضع الطبق يعني، وظبطنا لك الارب سات كله والنايل سات كله. والاوروبي؟ ما الاوروبي شغال برضه. امسك الريموت عن اذنك. انت رايح فين؟ مش خلاص كده ولا ايه؟ خلاص ايه؟ وانا هقعد طول النهار هتفرج على الاخبار ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. انا عايزاك تظبط لي قناه الاكس اكس ال. الاكس اكس ال؟ اه. حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. ما لاقيش معاك الكارت المضروب اياه؟ لا لا صدقيني يا هانم انا ما بشتغلش في المضروب خالص. طب اظبطه. الاكس اكس ال. ما تظبطه الفيلم هيروح. انا بظبطه اهو. انا ايه كان شغلني الشغلانه اللي من هنا دي؟ سامحني يا رب، سامحني يا رب. ايوه حضرتك. خلاص يا بابا اتظبط. خلاص. انت رايح فين؟ ده انا تعبان قوي 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 يا ابونا. انا حياتي كلها متعقده، مش عارف اعمل اي حاجه خالص. انت عارف يا ابونا انا بشتغل ايه؟ انا بشتغل شغلانه وحشه قوي قوي. انا اللي بفسد الناس بايدي دي، بس اعمل ايه؟ ولما بنام بالليل يا ابونا بشوف احلام وحشه وحشه قوي، احلام ما يصحش، احلام ما ترضيش ربنا. وبقوم النوم انا ما تعيطش، ما تخافش. أنا خلاص كبرت ومتهيألي إني مش هتجوز أبدا، مش هتجوز خلاص. لا أنا ما ينفعش. أول واحدة تقدمت لها يا أبونا كانت قصيرة ومسلوعة وناشفة، بس كانت راضية بيا. أول ما عرفت إن أنا أصغر منها بأربع سنين قالت لي معلش يا عاطف يا ابني ما ينفعش، أنت عايز الناس يقولوا إيه؟ يعني هو من همه أخد واحدة قد أمه؟ تاني واحدة خطبتها كانت تربية راهبات، ما كانتش بترضى تشوفني، كنا مقضيينها تليفونات. جات لنا تليفونات السنة دي يا أبونا بقطب وسط، وجات في الآخر قالت لي معلش يا عاطف أنا هدخل الدير. ودخلت الدير؟ اتخطبت لواد صايع بتاع بنات ملوش في التليفونات عملي. مش كنت انا اولى يا ابونا؟ التالتة الحقيقه كانت ماشيه معايا زي الفل. قبل ما نعمل الاكليل قلت معلش يا عاطف مش هينفع، انا كشفت والدكتور قال لي انك مش هتخلفي، بس الله يمسيها بالخير ام بطرس كانت دغري. بطرس مين يا ابني؟ ابنها. ما بعد ما سابتنا على طول اتجوزت وجابت بطرس ومرقص وفيبي. رابع واحده بقى ما اقولكش عملت معايا عمايل، هي ما كانتش حلوه قوي بس كانت لونه، كانت بتعمل معايا حركات كده زي ما تقول يا ابونا، كانت بتسرد يعني. وبعدين فجاه اتصل بيها واحد كان بتحبه زمان من امريكا، سابتني وراحت له على امريكا. الله يسامحها بقى هي وامريكا. حبيبي يا عاشق يا حر زي الطير. لما نفسي يا سيد تاخدني على حصان زيه. هيحصل يا بنت، هاخدك انا مره بقى نزله السمان وركبك خيل واوريك ركوب الخيل اللي على اصله. لا انت بتعرف تسوق حصينه؟ تسوق حصينه؟ ايه الجهل ده يا بت؟ اسمها تعرف تركب خيل. تعرف تركب خيل؟ خيال. طب ايه رايك بقى انا لما ببقى حابب بقى ليا مزاج كده احلق لزبون حبه باخده نزله السمان اقعده قدامي على الحصان واقعد احلق. ما بيتعورش؟ لا ده بيتبهدل طبعا. ده انا مره قطعت قرعه واحد. اوعى تغير المحطه.
بقى يا بنت الهبل اللي انت فيه ده، بتعيطي ليه؟ مالك؟ ده هيموتها بمسدس يا سيد. يا بنت مش هيموتها ولا حاجه، ده عامل عليهم فيلم كده في الاول، دول هيتجوزوا اخر الفيلم. انت ايش عرفت؟ انا شفته 3 مرات مش قايل لك انا. طب طب واحنا يا سيد هنتجوز امتى؟ عملت ايه في موضوع الشقه؟ سيد هنتجوز امتى؟ ايه ده؟ ايه؟ شغل من بتوع زمان، بلاش الراي والماي والراي. يا جدع ما تحرقش دم، جاي ايه؟ اسمه راي جزائري. شقل دلعه طنباني العيد دمان خدها العقود بلا راي. راي انا هنفضل نفهم المنطقه دي لغايه امتى؟ انا بقول السيد عايزك تبيض وشي قدام المعزيز. ماشي ولو ان حلاق بس برضه هبيض لك وشك. الاكس اكس ال 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 الاكس اكس ال. يلا يا عطوفه اصحى. جيه جيه النهارده يوم حلو قوي. اصحى يا عاطف اصحى. فيها 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 في يا ماما. مفيش حاجه يا حبيبي، بس قوم يلا. طب طب اخرج لو سمحت عشان اشرب. مالش دلع بقى، يلا وراك حاجات كتير كتير قوي. هتروح تحلق وتروح تجيب الشوكولاته وتعمل اللازم عشان مشوار النهارده يا حبيبي. انا مش هجيب شوكولاتات، وسع يا ماما سمحت. أنا خلاص المسألة دي بقيت أتشائم منها خالص خالص يا ماما. كل ما أروح أخطب أجيب شوكولاتة بالشيء الفلاني وبعدين هما يبقوا هو الفركشة. أنا اتعقدت خلاص. يا حبيبي ما تتعقدش، النهاردة إن شاء الله ربنا هيكمل بالخير. سلام سلام سلام. What's he doing? سلام. You doing? I'm going to school. ما تعلي صوتك يا بشوي. أنت مالك أنت؟ برافو يا حبيبي. انا هبعت لبابا جواب اقوله انك بقيت اشطر واحد في المدرسه. سهام انا عايزك تحلقي لي زي ما بتحلق البيشوي. بقول لك ايه، انت تنزل تحلق وتطلع تاخد حمام وتلبس البدله الجديده وكربطتك الجديده وتبقى على سنجة 10 وتنزل تشتري احسن نوع شوكولاته في السوق. بطل عفنه وبخل بقى. عفنه؟ الله الله يسامحك، انا مش هجيب شوكولاتات، هناخد الشوكولاته اللي في التلاجة. مش بقول لك معفن؟ الشوكولاته بقى لها في التلاجة فوق 3 اشهر. ما انا عارف، مش دي اللي جبناها لما رحنا نخطب فون المهروشه اللي ما رضيتش حتى تقابلنا من ساعتها والشوكولاته عطلانه في التلاجة. نشغلها بقى. اسمع انا مش فاضياله. واتس هي دوينج؟ مش فاضياله ده ايه؟ قوم احلق لي يا سهام. روح اتصرف احلق يلا. احلق فين؟ النهارده وقفت عيد المسلمين والحلاقين كلهم زحمه موت. روح لسيد صاحبك خليه يحلق لك كده. طب ماشي يا سهام. هيزرايل وبعلي صوتك يا بشوي. يلا يا حبيبي روح حاسب. لا اخويا تحت امرك في اي وقت. مع السلامه. ابقى سلم على بابا حبيبي. حاضر يا عم.
سعيد عم ابو سعيد. اهلا اهلا، ازيك يا عاطف؟ نهارك سعيد يا جمال. ازيك يا عاطف؟ امال فين سعيد عم ابو سعيد؟ عشان عايز احلق له بسرعه عشان مستعجل قوي. للاسف يا عاطف ده لسه خارج من شويه. اخ طب وبعدين؟ انا ما عايز احلق بسرعه عشان مستعجل قوي يا جمال. زي ما انت شايف كلنا مشغولين، استنى دورك احلق لك انا. لا ما اقدرش، الاخ اللي هناك ده فاضي إيه خليه يحلق لي. حسن؟ لا بلاش. لا بلاش ايه؟ لا هحلق لي دورك. براحتك. لا لا حسن. حاضر. يا حسن. اهلا بيك. انت جديد هنا يا حسن؟ اه. احلق لي بسرعه يا حسن الله يستر. عينك بتوجعك؟ مش ايه كده؟ بص يا حسن ده باين انه حلاق شاطر قوي يا جماعه. ما حدش فاهم منه ولا كلمه. اعمل لك ايه؟ ما تبقاش توديني افراح بيئه بعد كده. انا ما بغنيش غير في الافراح الجلاس. عارف يعني ايه جلاس؟ يعني مستوى رفيع. على فاهم ولا لا؟ بيئه. تعالى يا بيئه برضه. الله يا سيد. دم انا سيد استخراجه ده بيوتي. وشك كله هيبقى ده. انت لسه بتقول فيها دم؟ تخلطني؟ تغني لي راي؟ يا سيد سيد سيبوه يا اولاد الكلب. يا سمعه نبهتك كتير، وشي بقى كله دم. يا راجل انت لسه هتقعد تحلق لي؟ يا راجل على ابو شكلك. اسمع يا سمعه يا جدع، سيبني في حالي يا جدع. ايه هو اللي بتقرا ده؟ انت مش لحد يلم كل ايه؟ تعالى انت ما تمدش على ايدك عليه تاني، انت فاهم؟ عاطف عاطف اخويا، ما قلت لك مالكش دعوه. مش هم دول اللي بوظوا لك شعرك الصبح او بوظوا لك وشك كمان؟ عاطف الطوفه حبيبي، ضربوك ضربوك يا حبيبي. انا كويس يا ماما، صدقيني انا كويس. روحوا انتوا وانا هطمن على سيد واحصلكوا على طول. سيد تاني؟ سهام اوعى تنسى تحط الشوكولاته في الثلاجه لحسن تسيحها. يلا يلا بينا يا ماما، يلا يلا يا بشو. عامل ايه يا اخويا؟ الحمد لله الحمد لله. هو الاخ سمعه ده كان بيضربك ليه يا سيد؟ ضرب مين؟ ولا انت عبيط ولا ايه؟ انا صعبان عليا سمعه خالص، انا بوظت له وشه وعيني. ما هو باين على وشك. شفت ولا لما اديته بعيني في ايده؟ لا شفتها دي. حضرت لما انا اديته بمناخيري كده في نص ركبته؟ لا انا جيت بعد كده. لا فاتك نص عمرك، دي كانت حركه الشارع كله بيتكلم عليها. والله؟ والله بس الحمد لله. وعيني نبهته، والله نبهته، قلت له يا سمعه وشك كله هيبقى دم. هو ما سمعش الكلام. لا ما هي نبوءتك اتحققت. هو انت عارف انا اقول كلمه وارجع فيها يعني. لا بالعكس، شفت ان انا يا سيد قلت له انت فاهم؟ لا ده انت قلتها حلوه قوي كده. هو اللي طلع ما بيفهمش بجد.
الواد ده ربك. اوعى ايدك والريموت كنترول. خمسة نقط. الله، ايه اللمه اللي هناك دي؟ الله دي بقيناها خناقه يا سيد. لا مالناش دعوه احنا، نعيش في اي حاجه كده وخلاص. لا دي مش خناقه ولا ايه، ده التلفزيون بيصور. ولا التلفزيون بيصور، تعال. ولا يا جماعه عشان وقت البرنامج في كام شهر في سنه بيجي. طارق علمه. طارق استاذ طارق يا رب، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ طارق احسن مذيع في مصر والوطن العربي يا باشا. احسن مذيع يا باشا في الوطن العربي. ازيك يا استاذ طارق؟ انا بغني. بكمل معاك الحوار واحنا في حي شبرا. الاخ اسمه ايه؟ انا الشاب سيد يا باشا، بغني يا باشا. الشاب سيد وحضرتك؟ لا انا صاحبه ومدير اعماله ان شاء الله، عاطف فوزي. خير؟ حصل خير ان شاء الله. حصل خير ان شاء الله. انت مطرب ولا شغلتك ايه الاصليه؟ لا يا باشا انا حلاق اساسا يا باشا، بعد اذنك. النهارده الاثنين فبتاخد اجازه. اجازه بقى ما شاء الله، كنا جايين نتفسح. بص يا سيد، عاوز تغني؟ اه يا باشا. اه انا باشا انا بغني راي. طب انا اسالك سؤال، لو جاوبته الجائزه بتاعتك انك تغني. حاضر يا باشا. المشاهدين واحنا سعدنا ان احنا نقدم الاخ سيد. ايوه الشاب سيد يا باشا. في كام شهر في سنه بيجي؟ 28 يوم وفرقوا بين السنه البسيطه والسنه الكبيسه. استنى انت ايه معايا ديكور كده؟ ما تقول حاجه. حاضر. السؤال كام؟ يلا عشان وقت البرنامج. شهر فبراير. كام شهر في سنه بيجي؟ 28 يوم. 28 يوم بيجي شهر فبراير. 28 شهر ايه؟ سنه. اه بيجي على سطر وسيب سطر، هو بيقوله شهر ايه بس؟ تمام. فبراير. هو شهر فبراير. متاكد؟ ايوه بقى يا شهر. متاكد فعلا؟ هو 28 يوم شهر فبراير. حيوا معايا شاب سيد. الله يخليك يا مليون. الاجابه غلط. هو ايه اللي غلط؟ وانا بعتذر لك ومشاهدينا الكرام، احنا في حي شبرا. يعني انا اكيد لازم اروح حي تاني. طب انا عايز اغني يا باشا. والنبي باشا، والنبي اديني فرصه اغني زي ما مدام امال فهمي ادت فرصه لعبد الحليم حافظ في برنامج على الناصيه. وربنا كرم. ربنا كرم. وبعدها ان شاء الله ربنا حكلنا. بحبك يا استاذ. انا بحبك يا استاذ. ربنا يكرمك والنبي يا ريس. انا عبد السلام النابلسي يعني. شوف طريقي وخش، اوعى تضحك ليه.
وابقى هني وابقى الواد والواد بيخش شاف ساد حيكم الليلة العاشرة والنصف نجم نجوم التلفزيون الفنان طارق علام لأول مرة مع الشاب سيد الشاب سيد ابن شبرا البار مغني أفراح الجلاس فقط الله يحرسك يا اخويا ويحميك وينجيك ويكفيك شر دريقك يا سيد يا رب خش خش جوه يا عايزه خش جوه انت يا عاطف امشي يا تيفا واوعى تخش في الحيطه الليله العاشره والنصف مساء بحبك يالا لا تنسوا موعدنا مع البرنامج التلفزيوني الشهير في العاشره والنصف الشاب سيد ازيك يا ام عاطف عاطف يسلم عليك ويسلم مقدسك كبيره وابله سهام والواد كشوش اوعى تنسى تفتح التلفزيون مع طارق علام يلتقي لاول مره مع الشاب سيد نجم شبرا ابن شبرا البار انا يا سيد بقى هخطط جدول اعمال بقى عشان نعرف نظبط ايه انا شايف الارتباطات والمواعيد وكده سايبك من الصبح بقول لك يا حوده والنبي الله يكرمك احنا في اجتماع مغلق ما تخليش حد يخش علينا اجتماع مغلق ده ايه احنا في القهوه يا سيد سيبك من القهوه والكلام ده انا من النهارده عايزك تركز احنا داخلين على منعطف تاريخي في حياتنا انت يلا خلاص بقيت مدير اعمالي روح الله يبارك لك بس انا ليا طلب عندك من عينيا يا اخويا يعني يا ريت تغير الشرزي ده اللي انا مش مستريح استقلت يا ابو الزيد لا استقلت لا انت هتظهر شرزي ايه بقى فهمني بس اصل احنا داخلين على مستقبل يلا قول لي وصلت لحد فين في التخطيط بعد ما الاغنيه تتذاع في التلفزيون وصلنا ان احنا هناخد الاغنيه بتاعت البرنامج ونوديها على الدائري تتزع كل نصف ساعه نخلص من دريم نطلع على المحور نخلص من المحور نطلع على الدائري ده صح اسمك ايه علي محمود محمد عبد الكريم مش مصري لا 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 منين من الاردن اهلا بيك وانت عبد الفتاح الغويري منين من الاردن علي محمود محمد من مصر منين مصر من صلاة القبه سرقوا بقى جنب الاردن على طول بنزل خدها ماشي اهلا بيكم نقعد نسمع بعض والناس بقول لك يا سيد ممكن اكل سندوتش كبده زياده امن بالله انت اللي هتخليني مش عارف اتفرج على البرنامج ما تعكرنيش بقى وخليك في الشاشه الاردن بقى في تلج عندكم لا لا ايام هاي الثلاجه لو فتحت تلاقي في تلج في الثلاجه هو كم كان كم ده يا حسن طب شوف انا خناقه هو ما ظهرش ليه لحد دلوقتي اكيد هيظهر البرنامج اللي جاي يا عم فين المطرب بتاعك البرنامج خلص وصاد ما طلعش عنه هو سايب فين ما اعرفش خيانه خيانه عملها عمرو دياب سيتي وصل له عارف ان في شاب روش جديد طالع اسمه الشاب سيد خاف لقضي عليه راح بحاربني بتحارب يا اما انت سايب شويه ميه انا اهدى يا سيد ما تعملش بنفسك كده عاجبك اللي حصل بقى عاطف الحكايه مش مستاهله يا اخويا في ايه بس انت كنت بتتفرج على البرنامج وانت لابس الشيرت ده اه ليه صحابي هم اللي مضيعيني يا انت بتتلكك يا سيد انت بتعملهم علينا يا اخويا اطلع بالعربون اللي اخدته مني عربون يا جدع عربون اللي اخدته مني وقلت لك اطلع في التلفزيون ده انت واخد عربون ما خدوش مطرب فيك يا شبرا ما تزعقش وعربوني انا كمان يا سيد يلا اكتروا من البقره لما بتقع بتكتر سكاكينا عربين ايه امات عربين انتوا ده انا اوزنكم فلوس العربين قال ربنا يولع في ام ده بلوفر اشوفه ويلع كده الشرز ده يولع وانت لا عم خليك في البيت عشان ده اللي جاب لي هو الكرافطه اللي انت لابسها دي عربين ايه يا ولاد لا تفتكر هتيجي يا سيد؟ سيد تفتكر هتيجي؟ سيد ما تشيل الزفت اللي على ودانك ده وكلمني بقى يا اخي يا جدع في ايه على الصبح مالك؟ مش هينفع اللي انت بتعمله ده يا عاطف كل يوم مصحيني من النجمه كده عشان نقف قدام بيتها تشوفه وهي رايحه الشغل ينفع الكلام ده يعني؟ حتى يوم الحد يوم اجازتك نام شويه يا اخي الحق يعني دي جزاده يا سيد ان بخليك تفتح الصالون بدري وتشوف اكل عيشك؟ صالون ايه ده اللي هيتفتح الساعه 7 الصبح؟ ده مين الاقرع اللي نادرها انه يفتحها الساعه 7 الصبح ويجي يحلى بقول لك انا ما كنتش عايز اقول لك الموضوع ده والله العظيم اخويا جمال حالف لو جيت تقلقنا تاني هيطلع عليك ميه وسخه لا جمال ما يعملهاش لا يعملها لا ما يعملهاش اخويا وانا عارفه هيعملها لا ما اهي يا سيد صدقني اهي سيد فين يا ابن الايه لا والله وظبطت معاك النوبه ابو عاطف كده فرد جديد فرد جديد عيار طايش ماسوره مزدوجه صاروخ صح؟ لا بلاش صاروخ دي بقى ليه؟ احسن امريكا تيجي تفتش شبرا اوعى تغير مع حد ده انت شوف حالك بقى
ميري ميري انسه ميري. نعم. انت متعوده تيجي الكنيسه هنا كل يوم حد؟ انا عارف، اصلا انا متعود اجي الكنيسه هنا برضو كل يوم حد، وبعترف هنا كمان. انا اصلا بابا اصلاحي وانا متعمد اصلاحي، وكان بابا الله يرحمه دايما ياخدني معاه الكنيسه وانا صغير، بس بعد ما مات بقيت اجي هنا عشان ماما ارثوذكسيه. انا عارف اميري ان انت ارثوذكسيه، وانا ما عنديش مانع اروح ارثوذكسي. انسه ميري تسمحي لي اوصلك بعربيتي؟ نعم. انا عندي عربيه صغيره كده بس لذيذه قوي، هتعجبك خالص. هي الصراحه مش عربيتي انا، عربيه اختي سهام. الصراحه عيلتنا كلها لذيذه قوي، هتعجبك خالص يا انسه ميري. يا ريت تسمح الظروف يعني وتتعرف عليهم. تيتا على فكره، على فكره تيتا لذيذه قوي، هتعجبك خالص. اقول لك حاجه بقى، انا مش مقتنع باللي انت بتعمله ده خالص. ليه يا سيد؟ اصل البنت لازم تخش عليها انت الاول، تكلمها تلاغيها، ولو هي موافقه يبقى مفيش مانع تروح تقابلهم في البيت، انما كده افرض رفضتها هيقعدوا يبيعوا ويشتروك ويقرطصوا فيك. اه والله العظيم. بعدين انا مش فاهم انت متصربع ليه على الجواز؟ متصربع؟ اه جالك قلب تقولها يا سيد متصربع؟ ده انا حاسس ان دي الفرصه الاخيره بالنسبه لي. اخيره ايه ولا انت ايه شغال في برنامج سمعنا صوتك هتقدم؟ راجل هو فين؟ بيقعد هنا؟ لا بيقعد هنا. ده ايوه هقول هناك ده يا سيد اللي حاط كاسكيت على دماغه اللي جنبه العود. والله العظيم اه ده شبه وديع الصاف. ولا هو فنان؟ لا واحده ثانيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير عم ابراهيم فندم. ازيك؟ انا عاطف فوزي خير. ممكن نقعد مع حضرتك خمس دقايق بس بعد اذن البهوات؟ مفيش مانع بعد اذنكم. اتفضل يا ابراهيم. اتفضل يا فنان. اتفضل. دي شاي محروس البهوات. ايوه جاي. خير يا ف... الحقيقه يا عمي انا جاي هنا عشان اطلب ايد بنتك ميري. ده طلب صريح ويعجبني. بس يا ابني احنا في قهوه، تطلب شاي تطلب سحلب، انما ايد بنتي دي تطلبها في البيت. واللي احسن من كده وكده بقى، يا ريتك تقعد معاها هتتفاهم معاها هتتكلم معاها، ولو هي قبلت تتجوزها خير. انت راجل سكره، احنا فنانين زي بعض على فكره يعني. انت اسمك ايه؟ الشاب سيد، حلاق وفنان لاول مره معا. حلاق وفنان؟ اه والله فنان عجبك قوي، وعايزك تجي لي الصالون بقى يا عم ابراهيم. والله لو جيت للصالون هروقك وارجعك شباب، هتطلع من الصالون عندي على الاستاد تلف التراك 16 مره. اه والله. بيقول لك مره واحد بيقول لصاحبه تلف التراك بتاع الاستاد في قد ايه؟ قال له لفه في سجارتين. حبيب عم ابراهيم. مش عاجبني. بلاش. طب ده مش حلو. طب انا هوريك حاجه بقى ما بطلعهاش غير الزباين الحلوين اللي زيك. ايه رايك؟ الله حلو. حاجه لسه ما نزلتش خالص. اسمعي ده بيعمل مزيكا. اه ده حلو قوي. وده كمان بيعمل مزيكا بس لحن تاني خالص. عجبوكي؟ اه ميرسي ميرسي. مبروك. ميرسي. باي باي. زبون كل يوم. الو الو. ايوه انا عبده فلاشر زينة شبابك يا بلد. ماما. ايوه ماما انا في محل شيك قوي يا ماما، قطع الغيار اللي فيه كلها بالمزيكا. اشوف يا ماما، خليكي معايا ما تقلقيش يا ماما، انا خط مش كارت، انا نزيه قوي يا ماما. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ما لاقيش حاجه عندكم عليها اغنيه صفيني مره؟ لا مفيش. في ظلموه ينفع؟ لا ما ينفعش. طب شايف الحاجات الملعلطه اللي هناك دي مالها؟ يا ريت تجيبي لي كل الواناتها ويا ريت كل مقاساتها. من عينيا. ايوه ماما. نعم. قماش تنجيد ايه يا ماما؟ بقول لك ده انا في محل حلو قوي يا ماما، وشيك قوي يا ماما، طلقه يا ماما. ادعي لي يا ماما. صباح الفل. شلطوني في الشنابر والكتاوت عندي ضربه. هي ضربه فعلا. في حاجه يا كابتن؟
احنا كده دخلنا في شجره. طب ما لاقيش عندكم حلاوه تحميه بس تكون بالبندق والمكسرات عشان انا بحب الحلويات. عارف المحل اللي جنبينا؟ روح له هتلاقي عنده. يا بنت رحميني بقى رحميني، انا خلاص مش طايق مش طايق نفسي يا بنت. انا جاهز جاهز قوي، جاهز خالص، جاهز على طول. طب ده انا بقى محضر لك حته الدين، اوضه كلها سيراميك، سقف سيراميك، حيطان سيراميك، عفش سيراميك، كله سيراميك في سيراميك عشان نتزحلق مع بعضينا. طب يلا يا اخويا اتزحلق من هنا وورينا جمال خطوتك. عموما انا سداد سداد قوي، عدى عليك بالميكروباص بتاعي. ها اوصلك وانا ماشي مكيف الهواء عشان انا نزيه قوي واحب الطراوه واحب التطريه، تطريه قوي. الله ايه يا ماما انت لسه صاحيه؟ طب ادعي لي يا ماما. لا اعرف بقول لك ايه. اهي بقى اوراق بالجو لحسن حد من اصحاب المحل يطب عليا وانا بتكلم في التليفون. هتكلمي سيد؟ اه. هتخرجي؟ اه يا اختي ما تاخديني معاك، هو انا ماليش نفس اتفسح؟ وعشان ما بقاش عزول سيد يجيب معاه واحد صاحبه بس يستنضف. صحابه كلهم نضاف. بسلامة واشرب لبس. طب خدي الشوية دول بقى وقولي لي معناهم ايه. اه بالامس قبل القيلوله قد قلت القائم بالخدمه في القاتل المقابل في القاعه القبليه اعطيني قواعد ذات العطر والريحه قطع عني لغايه دلوقتي. اتوحشتيني يا باهيه. يعني ايه؟ يعني بحبك وبموت فيه. لا مش يعني بحبك، لا يعني وحشتيني يا عسل. بس في شويه في الاول كده بس عشان الخبطك. اه بقول لك ايه، في حته دين فيلم في السيما النهارده انما نار، عايزه ادخله بقى يا سيد. هو كل يوم سيما سيما يا بت تيه ما بتزهقيش؟ طب وعهد الله انت عيله طاقه. طاقه؟ هو انا لو ما كنتش طاقه كنت عرفت واحد زيك. ما تخليها تمشيه في المعادي النهارده، نغير شويه. لا يا اخويا انت اخر مره زودتها قوي وانا بخاف اما بتعمل الحاجات دي في الشارع. يا بت ده انا اللي اخاف منك دلوقتي. بقول لك ايه، ايه اخبار البنطلون الاستريتش الاسود؟ الا اخوك بجد شافه؟ لا ما انا اصلي باخده في كيس بلاستيك والبسه عند البت انجيل، اما جبت حته دين واحد تاني احمر نار شبه بتاع البت شاكيره. لا يا بت اوعي تقولي كده، بنطلون احمر كده زي اللي بتلبسه شاكيره دي هتبقى ليله نار. اوعى ايدك والريموت كنترول. يلا بقى بس سيد، يلا بقى خنقتني. يوه يا سيد بقول لك ايه، انا هديك حق تاكسي، خد عايده وروح انت. تاكسي يلا، ده انت نت، انت بتديني مزد كون انت عمرك كلمتني. يلا بقى بس يلا بقى بلاش تكعبه يا سيد، بصراحه انا خايف من المشوار ده مش حب. لا يا اخويا عجبك كده يا سيد؟ طب والنعمه البت انجلنا شافت ريع عقبال ما رضيت تيجي، ده انا حتى قلت لها انك عايز تخطبها زي انا وسيد. ايه اخطبها؟ اخطبها ده؟ لا عايده معلش ما تفهمنيش غلط، انا اخاف لحسن ميري تشوفني تقول عليا ايه. بصراحه سيد انا اخاف لحسن ميري، مش عايز اخون ميري. انا تخون مين؟ ميري. انت طالع عبيط طالع ولا بتستعبط؟ ميري مين اللي تخونها؟ هو انت في بينك وبينها حاجه اساسا؟ يالا دي مش معبراك يالا يالا، فهمني بقى يالا. البت انجيل ديت عينيها منك من زمان والله. عينها مننا؟ ايوه، ويا ما كلمتني عليك انا ما كنتش عايز اقول لك الموضوع ده بصراحه. هي شافتني فين؟ شافتك مره معايا وقالت لي مين الشاب الخطر اللي معاك ده. الشاب الايه؟ الخطر. الخطر؟ اه. هي قالت خطر؟ اه. لا انجيل دي ما تنفعنيش عايده. احنا نتحايل عليك ولا ايه؟ الشارع. ما تقول له يا سيد. طب والله 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 البت انجيل دي الخطاب بيقفلها طوابير قدام بالمحل. ايه رايك بقى وانا اللي بنظم الطوابير ديت؟ يلا بقى. ايه يلا بقى يلا، يلا ما تخلينيش اجرك من ايدك كاني واخدك ساعه من دار المسنين ومرجعك. يلا ابشر زار خطيبك. اه احسنت الساهي. بص على قطع لي الشرز. ما تحيل عليك التنين يا رايح وين مسافر. في حاجه زايد؟ لا يا اخويا مفيش حاجه. لا خالص. عايده انجيلو. مساء الخير يا جماعه. اهلا اهلا، قلتكم مليحه، نحبكم بالزاف. مضطرين بالزاف ده ازاي؟ مش بالزاف، نحبكم بالزاف يعني نحبكم كتير بس بالجزائري. يلا 100 في العشرة. ايه دي الاخرى؟ 100 في العشرة يعني مش كل العشرة بس بالراس. صلاح النبي علينا مع الجزائر. ايش طالع ايه بقى؟ وسمعونا حاجه، معاكم الشرايط سيد؟ اه لا لا خف على الراجل شويه، خف على الراجل ده لسه جديد. الف مبروك ابو عاطف. على ايه؟ الشرز دخل دماغها بجد سيد؟ الله. يلا يلا هنطلع على فين دلوقتي؟ نطلع كده على المانيال واخد بالك، نضرب ايس كريم وبعدين نطلع على المقطه نضرب نقطه كده في مدينه مصر. ماشي. انا كنت هتكلم الشريط ده كده. اشطار هو
الشقه اللي انت حكيت لي عليها دي هنشوفها امتى؟ ولا احنا هنفضل مخطوبين كده بس يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شقتي بس يا بنت اللي جايبها سيرتها دلوقتي، وده وقته؟ اه يبقى عبده كان عنده حق. عبده مين؟ سواق الميكروباص. ما هو اصله عدى علينا النهارده في المحل وقال لي يا عايده سيد بيتسلى بيكي، ما بيحبكيش، مش شريكي. تصدقي وتامن بالله انت ما هتهدي غير لما نعمل لك جريمه مع اللي اسمه عبده ده، عشان انا منبه عليكي 30 مليون مره اللي تتكلمي معاه، ولو وقف جنبك يكلمك في سكه تضربيه، ولو وقف معاك وتقولي له ما تخلينيش بقى نعملها معاك بقى انت وهو عايده بقى. سيد والنبي بتحبني وبتغير عليا، ما بتتسلاش بيا يعني؟ تسلي يا بت، هو في اكتر من كده جد؟ ده انا جد الجد يا بت، هفضل لغايه امتى اقول لك بحبك وبموت فيكي؟ انت يعني مش حاسه باللي في قلبي من ناحيتك يا بت؟ ده انا جد الجد و... سيد 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 يوه. اه عاطف انا خايفه يا سيد. خايف يا ولا؟ احنا هندي لك حقنه، ما تقعد بقى بشرس امك ده في حته. سيد لا بقى يا سيد، احنا مش جايين نقعد مع بعض ولا ايه؟ شفت بقى سيد وعايده بقى اهو، ما بحبش بقى النظام ده. احنا جايين شله، نقعد شله ونمشي شله، انما نظام الفركشه واتنين اتنين مش حلو ده. لا انا طبعي كده يا انجيل، حتى في الشغل انا ما بحبش الحال المايل ابدا، انما بره الشغل برضو ما بحبش الحال المايل ابدا. احب اهزر بس بحدود يعني، وما بزودش في الهزار قوي، وبعدين في الشغل على طول بتخانق واعمل لهم قلق. ليه؟ لان احب اراعي ضميري قوي في الشغل، لما اعمل حاجه اعملها بضمير. كفايه خيالتني في الشغل. في الشغل يعني. تعال في انجيل، تعال بس عايز اقول لك حاجه، ما تخافش. تعال بس. تعال هنعمل ايه؟ اه ايه؟ اقعد هنا. هنقعد فين؟ طيب طيب. انت مالك وراش كده؟ لا ما فيش حاجه. زي العربيه اللي بتقطع في السلانسير. عربيه توصل السي ايه؟ انت ابوكي بيشتغل ايه؟ ميكانيكي. ربنا يوفقك. كويس، طب روح عشان يغير لي الزيت، اصل العربيه عايزه. يا سيد ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المزيكا دي؟ المزيكا دي جايه منين؟ دي مزيكه الكومبي. كومبي؟ الله بنت التعيله طقه والله العظيم ثلاثه. لا استني بقى، في نغمة مختلفة. المزيكا التانية دي جاية منين بقى؟ دي ستيانة. ستيانة؟ اخرب بيت شيطانك. اوبا، لا في نغمة تالتة مختلفة خالص بقى، انا عايز اعرف بقى دي جاية منين يا سيد. ده ال ايه؟ يا بنت ايه المزيكا اللي عندك دي كلها؟ انا هتجوز فرقة الموسيقى العربية ولا ايه؟ اوعى تغير المحطة. ايه ده سيد، انت معاك راديو؟ لا عاطف، ده التلفزيون. تلفزيون؟ ما تيجي انجيل نتفرج على التلفزيون. تعالى هنا، رايح فين؟ هنتفرج على التلفزيون. التلفزيون ايه اللي تتفرج عليه؟ ما تتفرج عليا انا، وانا احلى من التلفزيون. بس هنجيب اريال منين؟ وبعدين الصوره مش مظبوطه. ما انت حلو قوي بتقول نكت. ساعات. ياه. ايه؟ شعرك خشن قوي وانا بحب كده. لا انجيل انا ما بحبش كده خالص. وقفاك ماله قفاك؟ خشن برضو. لا نايم قوي عالزيرو. محدش ضربك عليه قبل كده؟ لا انضربت وانا صغير. ياه ده انت ابيض قوي. قشطه والنبي قشطه. لا ده انا من جوه ابيض ابيض بكتير. لا بقول لك يا انجيل، لا انت كده زودتيها خالص. وشي شفايفك ناعمه قوي. شفايفي؟ لا في ايه؟ لا في ايه ده؟ هتعملي ايه يا انجيل؟ صدرك كله شعر. ده انت مشعر قوي. لا في شعر. اصل دي اصل 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 دي ورصه في عيلتنا. ماما قالت لي ان بابا كان مشعر قوي. الواد بشوي ابن اختي صغير كده مشعر برضو. ده حتى تيتا طلع لها شويه شعر. هو في ايه يا انجيل؟ لا غلط كده. هو في كده برضو؟ لا عيب كده يا انجيل، لا عيب كده. سيد الحقنا يا سيد. سيد في ايه؟ يا بوليس الادب دي ولا ايه؟ يخرب بيت شرزك. ده انا عملت مصيبه يا ابونا، مصيبه كارثه. انا هدخل جهنم ماليش حل. يا ابني قابلت بنت خرجت معاها وقعدت جنبها، والشيطان ابن الحرام وقعني في الخطيه دي. غلطه وربنا يعينك وما تقعش فيها تاني. لا شكلي هقع فيها تاني. انا الصراحه ابونا حاسس إني بحب الخطية، والمصيبة إن أنا فرحان ومبسوط قوي. تصور يا أبونا، وكل ما أفتكر كلامها بحس إن في دنيا تانية خالص. أصلها قالت لي أنت حلو وأبيض وشعر صدري عجبها قوي. أصل إحنا عيلتنا كلها مشاعرها وراسة يعني، حتى تيتا اللي أنا بقوله ده.
تصور يا ابونا قالت لي كمان انت شفايفك ناعمه قوي. ايه اللي مضايقني يا ابونا؟ اللي مضايقني قوي اني مش متضايق، ومن ساعتها وانا عمال انب في نفسي ومفيش فايده. انا انسان وحش. لا انت حلو. لا انا وحش، انت بتقول لي كده بس عشان تبسطني. لا صحيح انت انسان كويس، بس ثق في محبه الرب وهو هيهديك الزوجه الصالحه، دي ميراث من عند الرب وابن الطاعه تحل عليه البركه. طب ممكن ابونا تديني شويه ميه مصليه بعد اذنك لو سمحت يعني؟ حاضر يا ابني. يعني شويه صغارين يعني. حاضر يا ابني حاضر. اهدى انت جايب لي جركن. ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك، امحو معاصي لاني عارب معاصي وخطيتي امامي دائما، خطيتي امامي دائما، ها انا ذا بالاثم صورت وبالخطية حملت بي امي. لا لا يا رب سامحني يا رب. في انا عايز افهم بس في ايه مانك؟ انت عملت ايه مع البنت انجيل بالظبط؟ صباح الخير يا مرانير. ايه ده مالك قاعده كده ليه؟ الله، ومالك مضلماها ومقفلاها كده ليه؟ الله ده عاطف اللي مكلم ابوكي واقف اهو، مش دي عربيته؟ هما بيعملوا ايه؟ ميري مش ده عاطف ولا انا مش شايفه؟ مش عاوز اسمع الاسم ده ولا اتكلم في الموضوع ده. فين ميري حبيبتي؟ طب اسمعي كلام امك، طب ناخد وريدي مع بعض، طب كلميني بس. انا عارفه هتقوليلي ايه بعد ما فكيت ثلاث خطوبات، محدش بيتقدم لي ومن سنتين ما تقدملكيش حد ولا حتى عريس واحد ضربها الشمس، مش كده؟ لكن برضو مش هتجوز اللي اسمه عاطف ده، ده تخين ومبهدل ومدهول كده ودايما خايف وعرقان ومنبوه وشكله كبير. يعني اصوم وافطر على عاطف؟ وبعدين انا ماليش ذنب في الخطوبات الثلاثه اللي اتفكوا قبل كده، واحد بخيل وطمعان في مرتب، والتاني ابن امه وعاوز سكنها معانا في البيت، والتالت دكتاتور وكل حاجه اوامر وما تناقشنيش. ايه احنا في الجيش هنا ولا اللي زاد وغطى؟ الاشاعه اللي طلعها عليكي في الكنيسه دي متسلطه ونكاديه وعايزه واحد ملوش شخصيه عشان تمشيه على كيفها. الله يسامحه، ما هو ده اللي ما خلاش ولا واحد من شباب الكنيسه يتقدم لك. طب اعمل ايه؟ الجيران والقرايب ما فهمش حد ينفع، والشغل كله مسلمين الا واحد بس متجوز. طب ما تشوفي عاطف وسكن على الدخن، خليه يعمل ريجيم، بس انت طبيعيه وحيلي، وعشان ما يقولش عليك انك انت نكديه ومتسلطه والكلام الكذب ده كله. قول لي بقى هنركب العربيه ازاي والكراسي غرقانه ميه كده؟ هنفضل واقفين هنا لغايه ما تنشف يا سيد. وهو ذنب علينا يعني؟ معلش بقى يا سيد. ميري ميري يا سيد ميري. طب اجري اديها تليفونك، خد تليفونها اتحرك. طب احلى هدا هتروح بيه. هخرب بيت لخبتك. صباح الخير يا انسه نادر. انا مش هعطلك، هم كلمتين ورد غطاهم. انا عايز اتعرف عليك عشان موضوع ارتباط وكده يعني. انا اسمي عاطف فوزي خير، موظف في شركه دش، وان شاء الله هجيب شقه قريب. هجيب شقه اكيد يعني. انا مرتبي 640 جنيه، ده غير الحوافز والبدلات وكده، بس الحاجات دي ما باخدهاش فلوس، باخدها جبنه، ساعات جبنه وساعات زيتون مخلل وساعات مربى وزبيب وحاجات حلوه كده. صاحب شركه الدش بتاعتنا عنده مشروع منحل وتربيه مواشي والبان وكده يعني. عربيه الشركه على فكره بتاخدني وتجيبني كل ميري. ميري انا عايز اجي لكم البيت عشان انا عارف فرق السن اللي بينا، بس اوعدك لو وافقتي انا هعمل المستحيل عشان اسعدك وما تحسيش بالفرق ده ابدا. ميري 010213. ايه ده 010213؟ نمره موبايل بابا، اتصل بيه وحدد ميعاد. تاكسي سيد 010213 يا سيد، 010213 يا سيد، 010213. موبايل ابوها يا سيد. موبايل ابوها ايه؟ دي مصر كلها عرفت موبايلها. انت عبيط يالا ولا ايه؟ بس الحمد لله الحمد لله يا عاطف، اخيرا ربنا كرمك. انا مش عارف اعمل معاك ايه سيد. ايه عريس؟ ها ايه اللي جايب؟ ايه اللي جابه ده؟ ايه يعني هروح اخطب من غير سيد؟ ساكن معاطف انت بتقولي حاجات غريبه قوي يا سام. في ايه؟
بنطلوني اتفتق. يخرب بيتنا احسك. هعمل ايه دلوقتي؟ نرجع يا ماما؟ تعمل ايه بس يا راجل؟ انت معمول لك عمل على بنطلونات يلا ولا ايه؟ ابنك بنطلونه اتفتق. تعال إيه؟ تعال اندريك بقى، تعالى تعالى بكرافتتك. ايه النحس ده؟ عطوف يا حبيبي عطوف، حط ايدك على الفتقه. لا ما تخافيش يا طنط، انا هحط ايدي. شيل ايدك، انا هقف وراك. اوعى اسفنا في كل حته، قايل لك مليون مره يبقى البس بنطلونين فوق بعض، واحد اتفتق التاني داري، وبعدين اللي زيك قال ملوش غير في الجلاليب. ما انا جربت لبس الجلابيه، كان دايما بتنحشر في نفس مكان الفتق. نفس مكان الفتق، خلاص البس استريتش بقى بعد كده. بس 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 خلاص. ابنك نحس. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. نورتوا صدقوني. اتفضل يا ست. اهلا بيك. اتفضل يا ست الحبايب. اتفضلك. اتفضل يا كتكوت. اتفضلي حضرتك. ميرسي. اتفضل يا عريس. والصليب عنك انت. اتفضلي يا ميرسي. اتفضلي حضرتك. ميرسي. الشوكولاته دي قديم بقالها شهر في الثلاجه من ساعه اخر خطوبه اتفركشت. اسكت يا ولد بلاش قله ادب. والنبي مقدسه سكت الواد ده اللي هيبوظ الليله. فاكر يا خالو العروسه اللي قالت لك في التليفون انا مش عاوز اشوف وشك تاني؟ هم قلت خساره فيها الشوكولاته وشلتها في التلاجه. يوه يا بشوي لابس بالصليب عليه، ذاكرته قويه قوي. يا حبيبتي ده عيل صغير ما بيفهمش. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عمنا. انت مشرفت. الله يخليك. والله ما له لازمه التعب ده كله يعني. ازاي يا سيد؟ حبيب قلب يا عم ابراهيم. سيجاره اخويا؟ سيجاره باشا. ايه يا عاطف يا ابني؟ برضه مصمم على الجواز؟ اصل انا بابا بني ادم دغري، ماليش في الحركات بتاعت الشباب اللي بين دول يعني كده. حتى اسال سيد. لا ده عاطف ده طول عمره حبيبي، امال انا بحبه ليه؟ عشان طول عمره دغري وما يحبش الا اوعى ولا ماشي البطال. اه والله. وبعدين نفسه في الاستقرار، ده هو نفسه يتجوز من زمان عشان يلاقي واحده تخيط له البنطلونات. حبيبي عم ابراهيم. ماما. ايوه يا حبيبتي، يعني احنا بنقول كده ربنا يتمم بخير، بس عاوزين نعرف طلباتكم ايه؟ اوامركم ايه؟ لا 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 ولا حاجه، مفيش اي حاجه ابدا، دي كلها حاجات بسيطه يعني، حاجات لا تذكر. يا سلام. يا سلام. ميري يا ميري. مساء الخير. اهلا. مساء الخير يا عروسه. لو سهل بالصلاه على النبي، والنبي نقرا الفاتحه كده عشان ربنا يتمم الجوازه دي بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كان عبدك نستعين. امين. بصراحه يا عطوفه يا حبيبي انا خايفه. ايوه خايفه قوي، البنت دي فكت ثلاث خطوبات قبل كده، يعني بلاش منها. ولا اهلها وتركت اهلها؟ امها قعدت تنكت قوي، عايزين شبكه ب 5000 جنيه. اذا كان انا ما جاليش شبكه ب 5000 جنيه وشقه اربع اوض وصاله في شبرا، اذا كان انا لحد دلوقتي ما عنديش شقه. اهو انتوا كده يا ستات تطلعوا القطط الفطسانه في بعضيكوا. ماما ميري بنت كويسه وبنت ناس وعلى قد حالنا ومن النوع اللي ممكن تعيش وتستحمل. تستحمل ايه يا غدا؟ انت هتتجوز جزمه؟ بقول لك ايه يا عطوفه، ما تتجوز ليليان بنت بساده. شباب هتلنا درس في جامعه اذن بيتجن، شبرا الرجوله والشباب هتمنا درس في جامعه اذن بيتجن، عبود قابلنا وقلبي الصفرا على عايزه وانت جاي او مروح.
من الشيخ رمضان الحلوة دي من خلوص عين ليه عين ليه عين ليه اهو 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 عرسنا خفة وعروسته خفة أحلى ليلة أحلى زفة عرسنا خفة وعروسته خفة أحلى ليلة وأحلى زفة كل الحبايب لحد تاني خلاص بقينا أهلي وقراني كل الحبايب ولا حد غايب خلاص بقينا أهلي وقرايب يا عروسة دوسي دوسي عند الصاد لا تقدر ودوسي عروسة دوسي دوسي عالبصات الأخضر ودوسي العريس من الشيخ رمضان الحلوة دي من خلوصي للعين عين ليل للعين عين ليل أهو 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 ايه في ايه عاطف خطفوه؟ لا يا بنت اسكتي انا جاي اقول لك خبر حلو قوي عايزك تمسكي نفسك فيه. في ايه؟ انا خلاص قررت اتجوزك. انت بتقول ايه؟ هتجوزك بس ما تفضحناش الله يخرب بيت شيطان. قولي للقفا اخوك يستحمى بكره واستناني وغار البيجامه السوداء اللي بيلبسها دي ما قابلنيش بيها وجيش العيال اللي عندكم دوتهم بيسرحوه عشان نعرف نقول البقين ونحدد معاك كتب الكتاب. طب احلف يا سيد انا مش مصدقاك. يلا يا ام مخ طائر يلا خش جوه بقى عشان ما تبرديش. تصبح على خير. ماري قلت ايه؟ لا قلت لا. ليه لا بس؟ دي شقه حلوه وواسعه ومنوره وبعدين من غير ما تتعصبي دي يمكن عاشر شقه نشوفها برضو ما تعجبكيش. لا انا مش عاوزه الشقه دي، دي صالتها ضلمه. لا مش عاوزاها. عاطف. نعم. انا عايزه شقه اوسع وبحري كده وتكون فيها فرندا واسعه وكلها نملاها زرع ونعمل فيها برجوله وقعده حلوه يعني عشان لما نقعد سوا نشرب الشاي صح. ايه التراب ده؟ هو انت ليه ما عرفتش تجيب عربيه اختك؟ ما اسهام حرمت عليا ما رضيتش تسلفها لي بعد اخر مره. ليه؟ عشان رجعتها لها مبلوله مع انها كانت مبلوله بميه مصليه بركه يعني بس اسهام اختي دي اميري. خلاص خلاص هتحكي لي حكايه. انا خدت لك ميعاد من ابونا ميخائيل اللي قلت لك عليه عشان تروح تتعمد. حاضر. عاطف. نعم. في موضوع كده نفسي نتكلم فيه مع بعض بس بصراحة نفسي كل واحد يقول للتاني عن أي علاقة كانت في حياته قبل خطوبتنا يعني. مرهنة أنا بصراحة أنا برضو هقولك عشان نبتدي مع بعض صفحة جديدة ونفتح قلبنا لبعض. بصراحة أنا حاولت أخطب كتير قبل كده بس ما توفقتش يعني. أنا مش بسأل عن الخطوبات التقليدية أنا أقصد علاقة علاقة. علاقة العلاقة. لا ما فيش علاقة لا واحد واحد عامل لا ما فيش خالص حاجة. هو بصراحة ميري هي مرة واحدة أنا وسيد خرجنا مع بنات. سيد؟ سيد ده هو اللي هيضيعك. أنا ما ارتحتلوش من أول ما شفته. انت من هنا ورايح لازم تقطع علاقتك بيه خالص فاهم ولا لا؟ فاهم فاهم بس ما تعصبيش نفسك. صحيح يا ميري انت مريتي باي علاقه قبل كده؟ انا اتقدم لي عرسان يام من اعلى المستويات ورفضتهم كلهم لاني ما كنتش بفكر في الجواز خالص. كنت بفكر ادخل الدير واترهبن واخدم ربنا بس يظهر اني غلطت لما غيرت رايي. لا 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 انت ما غلطتيش خالص انت كده عين العقل ده بتكسبت فيها ثواب. ميري ما تقوليش كده تاني. انا مش عارف حياتي كانت هتبقى ايه لو ما كناش اتخطبنا لبعض. ميري انا بحبك. الحساب من فضلك تدفع بقشيش كويس مش زي كل مره فاهم ولا لا؟ والله لا. ازيك عايد؟
خير يا سيد، خرجتني من الشغل ليه؟ لقيتني بارك لي، انا بارك لي، لقيت شقه في شبرا ولقطه. اه والله، وبيت شقه ولقطه في شبرا، ده انا حفيت ما لقيتش حاجه، وبيت حجر مبني قديم كده بس زي الفل. انا زي حديدي عاطف ما شاء الله، الله اكبر. وايه في تاني دور وفرندا وبعدين خمس اوض وصاله ومطبخ، شقه ملعب ملعب. وخدتها بكام الشقه دي يا ابو السيد؟ قول انت كده. شقه في شبرا بالاوصاف دي ما تقلش عن 100,000. لا اصلها اجار قديم، صاحبه الشقه مهاجره لاولادها، فقالت عايزه 25,000 و4 جنيه في الشهر، يعني كلام فاضي. 4 جنيه ايجار؟ لا صدقيني يا عايده، مبروك عليك. الله يبارك فيك اخويا، ربنا يكرمك يا رب وتلاقي شقه جنبنا عشان ما نسيبش شبرا احنا الاثنين، ونتجوز فيهم واحد. الله نفسي نتجوز فيهم واحد، تبقى انت جنب مري وانا جنب وش السعد يا حبيبتي ليا. يا اخي ده فضيحه. ايه الصوت ده يا سيد؟ ولا حاجه، هي على طول شغاله كده القناه الثانيه، العالم يغني. بقول لك الشقه دي فين؟ فين شارع شكولاني؟ ورا البنزينه، ثاني شارع شمال كده على طول. دي قريبه قوي. ده في المنطقه. لا بجد مبروك عليك. الله يبارك فيك. بعد اذنك عايده هرجع الشغل بقى. انا هوصل عايده وبعدين نبقى نتقابل في المتاخرات احنا. وبديني مزق. بس اوعى تفتح عليا. لا عيب. انا كنت بغير ولا حاجه. اوعى تغير المحطه. سعاد صاحبتي اتصلت بيا وقالت لي على الشقه دي، وقالت لي انها نقطه. رحت جري شفتها، لقيتها هايله هايله يا عاطف. خدت لك ميعاد النهارده عشان نروح نشوف. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ هي الشقه هنا؟ مالك اتسمرت كده ليه؟ لا لا ابدا، مفيش يا ميري. هي فين الشقه يا ميري؟ هنا في الدور الثاني. هنا في الدور الثاني برضو؟ الله، دي خمس اوض وصاله وفي الدور الثاني برضو، وقريبه من محطه المترو. معقوله للدرجه دي؟ لا لا مش عارف. فعلا شقه جميله وواسعه. ان شاء الله ان شاء الله تبقى من نصيبكم. على فكره يا باشمهندس، انا مش طالبه كتير، طالبه 25,000 بس، وبعدين ده اجرها ملاليم 4 جنيه في الشقه. قلت ايه يا باشمهندس؟ مدام في واحد كده اسمه سيد، شاب سيد، هو رفيع مش رفيع قوي يعني، وعمل قصه غريبه كده، جه شاف الشقه دي واتكلم عليها. ايوه من يومين ثلاثه، وكان معاه واحده. تبقى هي يا ميري، هي شقه سيد. احنا اسفين يا مدام، انا مش حاضر اخد الشقه دي، مش هينفع يا ميري، دي بتاعه سيد. مش هينفع، مش ممكن، مش حاضر، مش حاضر يا ميري. لا مش حاضر، مش حاضر يا ميري. يا وي استنى، انت بتعمل ايه؟ اسمعني بس يا باشمهندس، انت مستغل ثمن الشقه ولا ايه؟ يا عاطف استنى، عاطف يا عاطف استنى، خايفه في ايه؟ استنى كفايه، تعالى ايه الكهرباء كده وخلاك تنزل جري. مش حاضر اخدها يا ميري، مش حاضر، دي شقه سيد. سيد تاني؟ انا قلت لك تنزل علاقتك بيه، هو كان من بيت اهلك يعني؟ من بيت اهلي يا ميري، من بيت اهلي واكتر بكتير كمان، سيد صاحبي. وين يعني صاحبك؟ طز. ايه؟ ايه طز؟ ما طزش يا بيه، ما طزش، لانه هو اللي قال لي عليها، هم انا اروح من وراه واخدها؟ اخد شقه سيد؟ خلاص بقت شقه سيد، هو كان دفع ثمنها يعني؟ لا بس شافها. ويا ما انا شفتها. هو شافها الاول. يمكن انا شفتها قبله. خلاص يا ميري، اساله. تساله؟ انت مجنون، انت اكيد اتجننت. اوعى تكلمه ولا تجيب له سيره خالص، احنا نجهز فلوسنا ونروح نخلص على طول. ادي شقه تتساب، شقه في شبرا اللي ما فيهاش خرم ابره، قريبه من مترو انفاق، وبالسعر ده دي لقطه. لقطه انا عارف، بس ما اقدرش يا ميري، ما اقدرش. ما تقدرش؟ طب اسمع بقى، الشقه دي الوحيده اللي عجبتني ومش هتنزل عنها، يا انا يا سي سيد الاراجوز بتاعك، لو سبت له الشقه هساب لك انا الدبله. لا يا ميري ارجوك بلاش بلاش. خلاص نقدم على سلفة ونجهز فلوسنا ونخلص على طول. ميري الشقة واسعة قوي، دول خمس اوض وصالة، ممكن ناخدها كلنا ونقسم بحيطة في الوسط ونعيش. عاوزني اسكن شركة مع سيد؟ سيد؟ انا قصدي يعني ان احنا ممكن. لا قلت لا. سلامتك سلامتك يا حبيبتي، على فكره البيت ده سلام وحش قوي، ده عيل خطير، عيل خطير الانسان. معلش اسف على بالك يا ميري، على بالك. مش قادره، مش قادره. طب استني اقعد اقعد. لا على ما استني استني استني. مش قادره. استني يا ميري يلا اقعد اقعد.
فين يا بابا؟ فين؟ لا مش دي، تانية. لا هنا؟ لا تحت. تحت، معلش ده زحلقت. هنا مني؟ أنا هتصل بصاحبة الشقة عشان أصلح اللي أنت حبيبته فوق، وحدد ميعاده، وأنت تجهز الفلوس عشان نخلص على طول. كفاية كفاية تدليك كده. ما دلكها شوية كمان عشان تخف خالص. خلاص كفاية عشان ما تسيبش أصلا. يلا بشط النيل مجلس أنا، نشكو هوانا فنفنا في شكاوانا، تنساب في همسات الماء أنتنا، وتستثير شكونا النهر نجوانا. سيد تسلم لنا صوابعك الدقه يا عم ابراهيم، مش عايز اعطلك اكتر من كده. طيب. السلام عليكم يا حبيب قلبي. سلام. انا بحب الجرامافون ده قوي يا عم ابراهيم، مش عارف كده لما بشوفه بحس كده من ايه الشرايط دي كلها؟ الشرايط كلها للنقشبندي، ده مصحف مرتل. انت بتسمع النقشبندي يا عمنا؟ احب اسمعه قوي، برتاح له لما بسمعه يا سيد. الله عليك الله عليك يا عم ابراهيم. طب ما اعطلكش بقى يا حبيبي. السلام عليكم. معلش لا مؤاخذه كده يا عم ابراهيم، ايه الصوره الناس اللي لابسين ترابيز دول كلهم؟ دي السعيديه الثانويه يا سيدي. كنت بعدي عليها وانا عيل صغير. طب انت طالع من فين في دول بقى؟ انا بقى الطويل اللي على الجنب هنا. ايوه. واللي جنب مني ده بعد كده بقى وزير صحه. ما شاء الله ما شاء الله. واللي على الناحيه الثانيه من الصوره ده احمد رشوان الله يرحمه. الله يرحمه. ده مات بعد ما اتخذت الصوره دي باربع ايام. الله يرحمه. مات في مظاهرة من المظاهرات اللي كنا بنعملها. مات والجدع اللي جنب منه إسحاق قرقس. مظاهرة؟ أنت حضرت الأيام دي يا عمنا، بتاعت الاستقلال التام والموت الزؤام، حضرت كل الأيام دي. هل أنتوا ساعتها زمان كنتوا فعلا بتطلعوا مظاهرات وكلام من ده؟ وكلام من ده. أصل أنا بصراحة في حياتي ما حضرتش مظاهرة. لا لا شفت كنت حانسة. لا حضرت مظاهرة. والله حضرت المظاهره بتاعت ماتش مصر ونيجيريا لما غلبنا نيجيريا، ولعنا الاستاديو ميها يا عمنا، المصريين هم حيويه وعزم وهمه قديمه. والله عملنا عمايل. ربنا يكرمك يا عم ابراهيم ويخليك لينا. انا عايزك تفوت عليا بقى في المحل اروقك شويه، هرجعك 20 سنه ورا، وبالمره كده اصلح لك حواجبك، الا شعرك ابتدى ينزل على عينيك كده، وابقى فكرني برضو اخد لك ودنك بالفتله. لا دي مش عايزه فتله، دي عايزه سلبه يا عم ابراهيم. حبيبي يا عم ابراهيم، حبيبي والله. ايوه. مساء الخير. مساء الخير يا انسه. مري مساء الخير. لو انت فاكر ان انتوا هتفضلوا اصحاب تاني، لا انسى خلاص، ما بقاش ينفع. ده الاخوات بيخسروا بعض عشان اوضه متر في متر، مش شقه طويله عريضه. خدها واخلص، انتوا كده كده خسرانين بعض. سواء سيد خدها او انت خدتها محصله بعضها، يبقى خدها انت يا غلبان ويبقى اسمك كسبتها. ما اقدرش ما اقدرش. Don't move Don. مجھے اس دن کا بہت دنوں سے انتظار تھا Don. الليله السوداء انت بتزومي كده ليه؟ خرب بيت النكد اللي انت فيه. انا ما بحبش ادخلك الافلام الهندي عشان كده، انا مش فاهم ايه غايتك في الموضوع ده. اسكت اسكت ما تفضحناش بقى. سيد سيد بس كويت حاجه ساعه. سيد سيد حاجه ساقعه يا بيه. لا مش عايز.
طب مناديل. صدقني مش عايز. طب خد بسكوت يا استاذ سيد. الله يسامحك. سيد مش تقعد بقى وتخلصنا عشان نعرف نتفرج على الفيلم. حاضر حاضر. يخرب بيت شيطانك، مش قايل لك يا بنت ما تلبسيش اللبس ابو مزيكا ده، بطلت تلبس العالم يغني ده. سيد يلا في ايه؟ ابويا جرى له حاجه؟ لا مفيش يا اخي بعد الشر. ازيك يا عايده؟ انا عايزك في كلمتين، هستناك بره. ها في ايه؟ طب انا جاي. خمسة كده حضرتك رايح فين؟ ده اللي جاب ورانا ده هيفضل لازق لنا كده كتير؟ طب انت قايل لك مليون مره مالكيش دعوه. اوعي يلا في ايه وحوشتني؟ خير؟ سيد حصل صدفة عجيبة زي اللي بتحصل في الأفلام الهند اللي أنت بتشوفها. خير في ايه؟ سيد أنا وميري بس 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 ايه؟ أنا كان قلبي حاسس. تصدق طلعت إخوات أنت وميري صح؟ أنا أول ما شفتها قلت البنت دي أختك لأن أنتوا شبه بعض، باين من المناخير، مناخيرك شبه مناخيرها. مناخير إيه يا سيد؟ أنا وميري بس صحهم لله يا رب. لا إله إلا الله. في ايه يا ابني؟ أكيد راضي عليها صح؟ طلعتوا راضيين على بعض، يبقى مش هتجوزوا لبعض. ما انا عارف حظك الاسود في الجواز. انا اول ما شفتك قلت انت راضي عليها لان بيبان بالمناخير. ايه علاقه الرضاعه بالمناخير؟ لما ترضى على واحده ما تعرفهاش المناخير بتنفش زيك كده. سيد انا وميري. اوعى تقول لي بقى ان ابوك لقاك على باب جامع وخدك. انا مسيحي. ما هو مش اشكاكه الدنيا برد والدنيا مطره ورعد واخدك لفك في الشرز الاسود اللي انا بتشائم منه ده وراح واخدك على البيت. طلعت ميري قريبتكم. بطل تهريج بقى يا اخي واسمعني. معاك ايه بس؟ جاي لي في السينما وحرق دمي ومعاك مني عشان ايه بتقول لنا؟ سيد الشقه اللي انت شفتها وصفتها لي ميري شافتها بالصدفه. صاحبتها ساكنه في نفس البيت، قالت لها عليها. الشقه دي بالذات عجبتها قوي ورصه والف جزمه قديمه. ياخد لها الشقه يا تسيبني وتفك الخطوبه. انا مش عارف اعمل ايه. انا تعبت تعبت من كتر التفكير. ايه مالك فيه؟ ايه عاطف اصلي كان في مشوار المفروض رايحين مع بعض بكره، وبعدين هو جاي يفكرني بيه يعني. طب يلا يلا النهايه هتفوتك. يلا طب عطوف انا هنتكلم مع بعض بكره. حاجه بكره. سلام يا عاطف. مع السلامه. انت ونص انا ماشي يا سيد. فيلم دراما دراما يعني. اه فيلم حلو بصراحه. انا عمري ما عيطت كده الا لما امي ماتت. شفت الواد؟ عارف اخوه بعد 20 سنه. اه لعلمك الدم بيحن برضه. ولا التاني يا عيني؟ اللي اخد فرم والتاني انتحر والتالت طاست طاحنة بيا. بص بقى خلاص. ايه مش شفت معاك الفيلم هتحكيهولي تاني؟ انا ما هتمنش عليا ولا قل مزاجي. اللي عاطف صاحبك هو كان عايز منك ايه يا سعيد؟ مالكيش دعوه بت. خلاص مش عايز اعرف. رايحين فين؟ سكي. داخلين محل؟ اه هنريح جوه شويه. طب وليه؟ ما الشقه عندي فاضيه. ده اخويا ومراته مش هنا، حتى العيال نايمين. لا بقول لك ايه، ما بعرفش اكل هناك عند ولاد اخوك دول. العيال ديت حريته والله العظيم، وخصوصا ولا قوشه الصغير بيبلع الكفته وبيشرب السلطه. اول مره اشوف عيل صغير ممكن ياكل دراعي. بلاش احنا براحتنا ناكل براحتنا احسن. شبرا كلها عرفت. باب فضيحة يا بنت مش سمرة كده ليه؟ عايزك تاخد راحتك كأننا في بيتنا بالظبط. ها خد راحتك كده ولا علاقة. شقع لبين قدر العقاني اللي بدي أقدم إني أعمل لها. يعني إيه سيد؟ اسمعي حتة الرياية الجديدة دي.
مصدقه ان احنا خلاص هنتجوز وان الدبله هتتزحفح من هنا تروح الناحيه التانيه ويبقى عندنا عيال وشقه واسعه بتاعتنا لوحدينا. ده انا اول ما بصحى الصبح ابص على الدبله اقول الحمد لله لسه ما صحتش من الحلم وانك لسه ما سبتنيش. الله ايه يا بنت العبط اللي انت فيه ده؟ وانا هسيبك ليه يعني؟ مش عارف، كانت في حاجه في دماغي بتقولي ان سيد ده مش بتاع جواز وانه بيتسلى بيكي وان اخرتك هتبقى في عبده سواق الميكروباص وهتبقى جوازه والسلام. هو صحيح الواد كان هيموت عليا يعني؟ هيموت عليا بقى والكلام الفارغ ده اللي ما بحبش اسمعه. مين عبده ده اللي بتشبهيه بيا يا بت؟ والنعمه يا سيد ما تزعل، عبده ده ايه ولا تستعنف جزمتك حتى، ده معفن. شقه حلوه قوي يا سيد، عارف احلى حاجه في الشقه ايه؟ البلكونه، اصل انا احب امدد وانام في البلكونه. بلكونه؟ عايزه تنامي في البلكونه؟ ليه متجوز قول لنا ولا ايه؟ ما عنديش نوم في بلكونه وكلام فارغ من ده. هي لقطة على سعرها بس غاليه عينا شويتين. معلش نستلف، وبعدين انت بتشتغل وانا بشتغل ونسدد كل الديون ونستنى على عيال شويه. ولو اني هموت على عيال يا سيد نفسي ربيهم حلو كده يبقوا شبعانين ومرتاحين وما نفسهمش في حاجه وندخلهم مدارس لغات. اه ليه لا؟ الله انت هنا؟ انت ايه اللي صحاك؟ ابدا اصل عطشت. مش عايز تاكل؟ انا اتعشيت من بدري. في حاجه هنا كلها. ايه ده؟ كفته؟ اه كده مفيش مانع. ايه في ايه؟ في حاجه كده كنت عايز اسالك فيها. افرض يعني مثلا يعني انا وانت جعانين ومفيش قدامنا غير الرغيف ده، تفتكر مين فينا اللي ياكله؟ بسيطه نقسمه. صح نقسمه، بس ده ما ينفعش غير في الاكل بس، لكن في حاجات تانية كتير ما ينفعش فيها القسمه، لازم حد فينا يسيبها للتاني. تفتكر مين يسيبها لمين؟ يا اخي حب لاخيك كما تحب لنفسك، والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث شريف قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يا سيدي اذا ربنا قدرك انك تتنازل بس يكون بارادتك وبدون ارغام ولا جبر من اي حد، تبقى عملت ثواب عظيم وربنا سبحانه وتعالى سيجازيك خيرا في الدنيا وفي الاخره. الله حلو قوي المنظر هنا. زي فاكر ابو السيد زمان لما كنا بنيجي هنا واحنا لسه صغيرين؟ واحنا لسه تلامذه في الصنايع. كنت تموت في الصيد في الحته ديت. وعمرك ما اصطدت سمكه، شاغلني اوانطة كده. بس كان النيل انضف من كده بكتير وما كانش فيه الجزيره اللي في النص دي. وانت كنت عفريت يا ابو السيد. الله سيد انا امبارح لما جيت لك السينما. خلاص سيد اصل كنت خلاص عاطف بقى خلاص والله. سيد ما تديني فرصه اقول لك حاجه. لا يا عم ما فيش حد هيتكلم غيري، انا اللي عايز اتكلم. موضوع الشقه ده انا فكرت فيه وقررت ان انا مش عايزها خلاص. انا عايزك تاخد الشقه ديت تتجوز فيها وتملاها لنا عيال. سيد ده مش وقت تضحيه، احنا خلاص كبرنا وقطر الجواز هيفوت. اخرس، مفيش حاجه اسمها احنا كبرنا، انت بس اللي كبرت، انا ما كبرتش. تكبر مني بتاع تعمل. لا يا سيد بس انا كده ابقى مفيش كلام، انا قررت خلاص. هو بس في مشكله صغيره في الشقه دي. الشقه دي بس كبيره 5 اوض وصاله، يعني عشان تملاها عيال عايزه مجهود كبير شويه، وانا شايفك اليومين دول بعافيه و صحتك يعني صحتك انا ما تكبرهاش بقى يا ربنا يهنيك ربنا يهنيك يا عاطف، ما تكبرهاش بقى. ايه ده يا باشمهندس؟ دول حضرتك 5000 جنيه ربط كلام كده بس لغايه ما لا 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 انا احب اخد فلوسي كلها على بعض، وبعدين شقتي جايبه لي 30000. انت مش قلت لنا قبل كده 25؟ بس جابت اكتر. تقولي ايه؟ رزق ربنا. ربنا عايز كده، ربنا برضو اللي عاوز كده. صدقيني والمسيح والعذراء، انا لولا الهجره لاستراليا اللي جات لي على غفله ما كنت فرطت ابدا في الشقه بالاسعار دي. وعايزه اقول لكم حاجه، خلي الموضوع ده بيننا وبين بعض، احنا نقول لصاحب البيت ان الشقه ب 25000 وخلوا الخمسه دي ليا انا، بدل ما نقول له 30000
بس بيحب يشاركني في كل حاجه. كفايه هياخد 12 ونص، يعني عايز ايه اكتر من كده؟ ياكلني. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي، ابن حلال، كويس انك جيت. اتاخرت ليه يا سيد؟ اللي ما قاعد البيت دي هنا لغايه دلوقتي. والله يا ابني انا عايز اقفل المحل واروح استريح، هي قاعده مستنياك من بدري. طب انت عايز حاجه دلوقتي؟ لا يا حبيبي، بقفل وهات لي المفاتيح. ماشي يا عم، على مهلك. سلام. يا بت انا مش منبه عليك 30 مليون مره، لو جيت ما لقيتنيش في المحل ما تستنيش كده في وسط الزباين، وبعدين الساعه 11 ونص دلوقتي ما روحتش ليه لغايه دلوقتي؟ انا جايه لك عشان نروح لولايه صاحبه الشقه ونربط معاه. ولا صاحبة الشقه شقه موضوع الشقه ده عايزين نستنى عليه شويه كده عايده. ويا شقه هتستنانا يا سيد؟ مش حكايه تستنانا، اصل كمان بصراحه موضوع كده ما كنتش عايز اكلمك فيه، بس مش عارف انا الشقه دي مش عاجباني. انت كنت طاير بيها تري يا حبيبي. ايوه الاول كنت طاير بيها، خلاص بقى قعدت مع نفسي فكرت لقيت البيت قديم، وبعدين يا بت احنا خلاص مصر دخلت في حزام الزلازل، الخوف بقى لا يجي زلزل صغير كده تقوم تقتل حزام تخبط في البيت توقعه. ما تخلينا في الجديد، اشوف لك شقه في عماره جديده تبقى زي الفل. خلينا في الجديد احسن عايز. هو احنا معانا الفلوس للجديد يا حبيبي؟ وبعدين لازم تفهم ان العماره مبنيه حجر وزي الحديد يا سيد، ممكن تيجي الزلزال تاخد العمارات الجديده دي كلها، مين عارف. انت كمان بصراحه ربنا المطبخ ضيق كده مش عاجبني، خانقني. وهو المطبخ اللي في بيتي ولا في بيتك اوسع من المطابخ دي يا سيد؟ ايوه مش حكايه، احنا بتكتب علينا نعيش في مطابخ اهالينا. عايز ارقيك يا بت، خلي عندك طموح، نعمل مطبخ كده بترابيزه واجيب لك فيه كشت الماشين وبعدين ثلاجه بروحين، لعب كده بقى، عايزين نلعب يا بت. بعدين كمان هي ما جاتش على حكايه المطبخ كمان، ده حاجه اوض وحشه قوي مش عجباني. لا يا سيد، ده احلى حاجه بقى في الشقه دي الاوض. يا بنت انت مش مداني فرصه اتكلم ليه؟ وانا بقول لك حاجه على الاوض ولا التقسيمه؟ انا مش بتكلم على كده، بتكلم الاوض كده كشفه بعضيها، تحس كده ان اوض النوم مكشوفه على الصاله، وبعدين افرضي واحد صاحبي قاعد واخده بالك ضيف ولا بتاع، وانت ضاربه قميص لون احمر وداخله الحمام يجرحك بنظره، ومش عايزين احنا بنلم كده عشان لما يا بنت في مالك بتبصي لي كده ليه؟ انا اصلا مش فاهمه ايه اللي في دماغك بالظبط يا سيد. ايه مالها دماغك يا بنت؟ في حاجه في الصبغه؟ الصبغه طلعت ولا حاجه؟ تطفي عليا انا؟ ده انا قرياك من ساعه ما دخلت من الباب. لا وساكته بتشاور عقلك. ها حنيت لايام السرمحه واللعب، تقول في عقل بالك ايه؟ على ايه ده كله؟ جواز وشقه ومصاريف، ما انا مبسوط كده مش كده يا سيد؟ لكن لا، انا اللي استاهل ضرب الجزمه، امنتك على نفسي وفتحت لك قلبي تقول بنت ترميه مش لاقيه اللي يتجوزها. فوق يا سيد فوق، مش انا اللي جبتك على ملا وشك في نص الليالي وقلت لك اتجوزني؟ ها فوق يا سيد، ملعون ابو اللي تحبك على ابو تجوزها. طبعا شايفه اتنين بيتخانقوا على الشقه تقوم تغلي ويبقى مزاج، عشان احنا نغلي وسي سيد بتاعك يغلي. ما خلاص يا ميري، سيد سابها لنا وخرج. مش كفايه؟ مش كفايه؟ ايوه مش كفايه، لازم يروح للولايه ويقول لها انه غير رايه تماما في موضوع الشقه وانه مش عاوزها، فما يبقاش قدامها غيرنا، والوقت ضيق وهي مسافره، يمكن تخلص معانا ويمكن كمان باقل من 25. ايه اللي بتقوليه ده يا ميري؟ يعني هو ما فيش غير احنا وسيد اللي بندور على شقق؟ دي لو عملت اي اعلان صغير في اي جورنان هيجيب لها يجي 200 مشتري. دي كدابه، بس انت خلي صاحبك يكلم، ما هو السبب في انها علت السعر علينا، لازم يصلح غلطته. غلطته؟ صباح الفل يا سيكا. اهلا. وكمان مقموس لك حق، ما انت بتزعلني وكمان بصالحك، شفتش لاز اكتر من كده؟ هو مين جوه؟ امي. فين؟ قاعده بتتفرج على التلفزيون. قولي بقى يا سيد، انت ايه اللي مغيرك من ناحيه الشقه دي؟ يا اخويا زغنا على الشقه تغور في 60 داهيه، بس ما تعملش كده ولا تعمل في نفسك كده خالص. في ايه؟ يعني لو قلتلك مش هتعملي لي شبوره عكننه وتنكدي عليا وتخليني امد ايدي عليكي؟ انا يا سيد مش هعمل حاجه خالص. هتفهميني؟ طبعا. طب احلفي. طب ورحمه امي ان شاء الله يا رب يفرمني ترمي، ما انا عامله حاجه. انت كدابه يا بت. ترمي ايه؟ انت بتشتغليني؟ هو في ترميات دلوقتي؟ بتحلفي عشان تبقي في السليم؟ ها لا، عايز تحلفي بجد بقى قولي ان شاء الله يفرمني متر الانفاق. طب ورحمه امي ان شاء الله يا رب يفرمني متر الانفاق بتاع عبد العزيز فهمي والنزهه والمرغني، ما انا عامله حاجه. وانت ايه اللي هيوديك مصر الجديده من ورايا؟ لا 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 بتضحكي عليا، احلفي يفرمك متر الانفاق اللي هو بتاع شبرا بتاعنا. طب ويا رب يفرمني متر انفاق شبرا، ما انا عامله حاجه. قول يا سيد بقى. بصراحه عاطف كان شايف الشقه قبل مني، وانت عارف عاطف بيكبر في السن، وانا نفسي اشوفه متجوز وخلاص يعني، فانا سبت له الشقه. بتقول ايه؟ سبت له الشقه. يا لهوي الحقيني الحقيني يا مسيد، شوف ابنك ابن المجنونه. يا لهوي ما تحلفش واحده ست ابدا. عايده اهلا وسهلا، اتفضلي. عايزاك في كلمتين على الفراغ، لا مؤاخذه يا اختي. خير عايده؟
انت غير عايز منها ايه؟ حرام عليك، اتقي الله فينا شويه. انت مستكتر على سيد حته الشقه اللي هنتجوز فيها؟ ده انت حتى متوظف وربنا فارجها في وشك. انت ليه حته ميزان غلبان؟ اتقي الله فينا بقى شويه. حرام عليك وحرام عليك. ايه بس تقولي ده؟ الشقه دي بتاعتنا واحنا اتفقنا عليها وتقريبا خدناها. ايه بقى تقعد تسكنوها ولا تتهنوا بيها يا بعيد؟ لا مش كده عادي. يلا يا عطفه، انا مش عارفه اتكلم واحده شرشوحه زيك. لا لا مش للدرجه دي. اي 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 انا ما غلط كده عايز اعمل تاني يخرب بيها وكنت افضل جاي فيا انا يا عايز احب كده اه كده يا بنت احب كده عايده اسمع بس يا سيد. تعالى هنا، انت رايح فين؟ ايه ده؟ دي عمايل دي؟ عاجبك اللي عملته خطيبة تلميذك النجيب بتاع المزيكا ببنتك؟ اللي عملته خطيبة تلميذي النجيب هو نفس اللي عملته بنتك مريم. ليه؟ هو انا اللي رحت لها وضربتها؟ لا بس انت تمسكتي بالشقة بنفس منطق الأنانية. تقدري بقى تقولي لي ايه الفرق اللي بينك وبينها؟ يا خسارة يا مريم، كنت فاكر غير كده. انت برضو جاي على البنت ده؟ بدل ما تهزق سيد اللي انت فتحت له بيتك وفي الاخر بعت خطيبته بهدلت بنتك، من هنا ورايح لاشكال دي ما تخشش البيت. شوف يا بنتي، انا راجل مش متدين زيك. انا حياتي كلها ذنوب واخطاء وبلاوي، لكن اسمحي لي اسالك يعني بصفتك تفهمي في الحاجات دي اكتر مني. هل ده اللي اتعلمناه على دين السيد المسيح؟ انت بتعملي ايه؟ بابا الشقه دي من حقي، وانا اللي شفتها الاول وانا اللي هاخدها. وهو برضه خطيبته من رايها ان هم اللي شافوا الشقه الاول. والسؤال هنا بقى مش مين اللي شاف الشقه الاول ومين اللي شافها التاني، السؤال هو مين اللي بيحب اكتر من التاني؟ مين اللي عنده استعداد يضحي اكتر من التاني؟ للاسف يا بنتي احنا في زمن الناس بتفتكر الانسان اللي بيضحي ده انسان عبيط اهبل ضعيف. ليه انا اللي اضحي؟ ليه انا دايما اللي لازم اضحي؟ لان يسوع علمنا كده. يا تسوني ماري، يا خادمة الكنيسة، يا اللي بتعلمي ولادنا في مدارس الاحد اصول الدين والاخلاق، ولو ان كل الناس لو عملت زيك الدنيا دي هتبقى غابة وحوش بتاكل في بعضيها. انا عمري ما باخد الحاجه اللي نفسي فيها. كل حاجه في حياتي مش عجباني، دراستي ما كانتش عجباني، شغلي مش عاجبني، هتجوز جوازه مش عجباني، واحده واحد دول ومش عارف يعمل حاجه. يا بنتي كده انت بتظلمي نفسك يا ميري. يا ماما صدقيني خطيبك بيحبك اكتر من روحه، بس انت مش حاسه. تعرف انت مش حاسه ليه؟ لانك طول عمرك بتاخدي ما بتديش. عمرك يا ميري ما هتشعري بالسعاده الا لما تبتدي تدي يا بنتي. وعلى فكره سيد اتصل من شويه وهو بيعتذر عن اللي عملته خطيبته وبيصر ان الشقه تكون من نصيب بنتك وخطيبها. ده بقى سيد اللي انت عايزه تطرديه يا هانم. يا خبتي يا بختي الاسود يا بختي الاسود. احنا هنقعد نلطم كده طول النهار؟ بص الكلام اللي انا قلته ده كلام نهائي ومفيش راجعه فيه. انا ذنبي ايه يا سيد؟ حد قال لك ليكي ذنب؟ تعمل فيا كده ليه؟ يرضيكي يا خالتي؟ يا لهوي ياما يا لهوي ياما. بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي كفايه على عيني يا بنتي، انا حاسه بيك. انا كمان كان نفسي افرح بيك انت وسيد. يرضي مين يا رب ده؟ يرضي مين ده؟ يرضي ربنا بعد ما تقدر الاقي الشقه تضيعها بكل سهوله؟ يا بنت ماشي بقى حمدي ايدي عليها يا ماما. معلش يا ابني معلش يا حبيبتي، المعروف ما بيروحش ابدا، وان شاء الله ربنا هيكرمكم وتلاقوا غيرها. المشمش ان شاء الله يا خالتي، ده مش عايز عليه زعل، ده مبقي صاحبه عليا. يرضي مين ده يا رب؟ يرضي مين؟ احضرنا يا ابو سيد، عايده هتموت نفسها من العياط. حرمان يابا
جمعا يا ابني. شوف يا بنتي، اللي ملوش قديم ملوش جديد، وعاطف ده صاحب ابن سيد من 30 سنة، واللي يبيع صاحبه يا بنتي ملوش امان، يتخاف منه. بس انا ابن سيد راجل جدع ويعرف الاصول طول عمره، ولو خالف اللي في قلبه مش هيقدر يساعدك، وهيفضل الذنب راكبه ومعكنن عليه عيشته وعيشتك انت كمان. ويظهر يا بنت ان الشقه دي مش رزقكم، ما هي الشقق ارزاق. يا سلام عليك يا ابو سيد، كلامك كله حكم بصراحه. ده اخر كلام عندي، 30 يعني 30، ما يقلوش مليم. ايه رايكم اكلم صاحب البيت تخلصوا معاه؟ ماشي. دقيقه واحده اكلم صاحب البيت. عجبك كده؟ يعني لو كان صاحبك كلمها ما كانش حصل. ما كلمها يا ميري، صدقيني كلمها. استاذ عاطف لو سمحت تليفون. انا قاعده. صاحب البيت على التليفون، اتفضل. اهلا وسهلا. ما تخافيش يا حبيبتي، الشقه بتاعتكم والله لو جاني فيها ايه ما حديها لحد غيركم. انا والمسيح قلبي اتفتح لكم من اول ما شفتكم. صاحب البيت عايز لوحده 15,000. بسيطه، مادام الشقه عجباكم ما تفرقش. ما تفرقش؟ تفرقش ازاي يا مدام؟ اذا كان في الاول كانت ب 25 وبعد كده بقت ب 30 ودلوقتي ب 32.5، طب واخرتها؟ طب براحتكم بقى، عن اذنكم الشاي على النار. ميري، ميري الحكايه عماله تتكحل. انا حاسس ان ده ذنب سيد، احنا ظلمناه. ما تجيبليش سيره الجربوع ده ولا شاشوح خطيبته. علي ايه بتروح؟ وبعدين انا هكمل المبلغ ده منين بس؟ تطلب سلفة من الشغل. ايه؟ سلفة تاني؟ عاطف! 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 ايه ولا مالك سرحان كده ليه؟ عملت ايه في موضوع السلفة؟ مفيش فايدة، رفضوا. رفضوا ادوك السلفة؟ ايوه. انت كنت رايح تستلف بالبلوفر ده؟ اصله محاش بتاع سولف ده خالص. هو ده وقت الزهر برضه يا سيد. الزهر خلاص، الشقة دي هتضيع مني. لا ما تقولش كده، بعد كل اللي عملناه ده وتقول الشقة هتضيع؟ لا إن شاء الله الشقة دي مش هتضيع منك، الشقة دي لازم تاخدها، يعني لازم تاخدها. أخدها إزاي بس يا سيد؟ أجيب منين؟ طب ده أنا أمي باعت غوايشها كلها، وسهام إدتني الفلوس اللي بيبعتها لها جوزها من الكويت، طب ده حتى تيتا، تيتا إدتني فلوس كفنها. أنا طلبت من ميري، تخيل يا سيد؟ رفضت حتى تعرض الموضوع على ابوها، قالت لي كفايه عليك الجهاز اللي الله يسويه. يا صباح الفل والجمال، يا صباح الخفه والدلال، وحشتيني يا عيني. طب ممكن توريني القميص الاحمر المخرم اللي هناك ده؟ مفيش اخرام اوسع من كده. وما تنسيش تلفهولي هديه عشان هديله واحدة حلوة قوي. ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 الله. ايه ده؟ ده يبقى عليك عسل يا ابيض، انت مجنني يا مدوبني. يا بنت انا شاري والله شاري اغنيها لك عشان تصدقيني، اقطع لك في هدومي عشان تحس بيا. عموما انا ما بيأس، خدي بالك، ولا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، ومش بتاع لعب وتسالي زي ناس، ولا بخطب وحليني على ما ادخل. انا بعون الله عندي كفاءة اخلص دلوقتي. بس انت قولي هنقلك نقلة تانية في عالم تاني، بلاش البصة الوحشة دي. بقولك ايه، انا الا صحيح بس عفريت قرد. عموما ده هدية كومبلومو يعني، ومع نفسك كده فكري وانت في الاحمر الملعلق، وانا مستني النتيجه. ادعي لي يا ماما. اعمل لي شويه شاي يا اوسة. صباح الخير يا ابو. صباح الخير يا ابني. مالك يا سيد يا ابني؟ لا مفيش حاجه يا ابو. طيب يا حبيبي خد دي، دي الدبلة بتاعت عايدة، بعتتها لك من شوية مع عيل من عيال أخوها. عايز
عايده فين؟ نعم يا اخويا، ولك انت جيتاني بعد اللي انت عملته؟ هو ده فاكر ايه بنات الناس لعبه في ايدك؟ الله يخليك، انا دهالي من جوه، خلصيني. اوعي يا اختي، اوعي بالسلام. يلا انت حره، وفري الكلام ده لنفسك. ايه بقى عايده الشبوره اللي انت عاملاها دي؟ في ايه بقى بالظبط؟ عايز افهم. امشي دلوقتي يا سيد، ما ملوش لازمه الكلام. اخويا لو جه هيعمل مشكله، انا خلاص هتجوز. تتجوزي؟ تتجوزي ده يا عايده؟ تتجوزي واحد غني ولا ايه؟ افقر منك وما عندوش شقه وهقعد مع عمرو. مين ده؟ عبد سواق الميكروباص. ايوه قولي كده بقى، انت ماشيه بعمل ورايا يا بنت ولا ايه؟ وانا بطيء اقعد معاه نص ساعه على بعض، بس بيحبني وشاريني وعايز يتجوزني. وانا ايه يا بنت؟ مش بحبك يعني وشريكي؟ ربنا يعلم اللي في قلبي من ناحيتك. انا بحبك عايده، وانت عارفه كده من زمان. تاني يا سيد؟ تاني هتغني عليا؟ انا مصيبتي اني صدقتك وحبيتك. اعمل ايه في قلبي ابن الكلب اللي مش عارف ينساك؟ كفايه يا سيد، ارحمني بقى. حرام عليك، كفايه، حرام عليك يا سيد. لا مش ممكن يا سيد، مش ممكن. مش كفايه، مش كفايه انك سبت لي الشقه؟ عايز تديني الفلوس اللي هتاخد بيها شقه لنفسك؟ يا واد ما انا ما عدتش محتاج الفلوس ديت خلاص. ليه؟ ما انا ما لحقتش اقول لك الظهر، في جماعه قرايب عايده شافوا لنا شقه حلوه في المقطم، وتمنى يمكن نص الشقه بتاعت هنا دي، انما يعني بعدين قالوا لي ادفع نص اللي معاك والنص الثاني حين ميسره، فانا ما عدتش محتاج الفلوس ديت، خدها مسكه بس. انت بتتكلم جد؟ الحمد لله. انا كنت قلقان قوي يا سيد ان موضوع الشقه ده يكون عمل لك مشاكل مع عايده. لا مفيش مشاكل، بس عايزك تفرحني بقى وتكتب عقد الشقه النهارده وتيجي تقول لي. خلاص، سلام على الطوفه. متشكرين يا اخويا.